والله بص، يعني انا الفكره ان تمسكي بكره السله اول حاجه انه ما بعرفش اعمل غيرها. يعني انا بقالي تقريبا قلت لك من 6 سنين و43، يعني تقريبا 37 سنه بلعب باسكت. ف37 سنه ده كارير يعني طويل، فبتحس انه لو انت بتقرب ان على النهايات كانك روحك بتتسحب منك. فتمسكي بكره السله ده اكيد بان انا يبقى ادائي يعني مش متراجع او وجودي عبء على الفريق، لا. يعني انا وانس انه حسيت نفسي المستوى مش دون يعني دون اسم اسماعيل، بعتقد حفظنا ان انا ابطل. لغايه دلوقتي الحمد لله يعني بحاول على قد ما اقدر اركز على بره الباسكت، على جسمي، على النظام الغذائي، على التمارين اللي بره الباسكت، بحيث ان انا اقدر افضل اكتر وقت ممكن. ودي سايبها بقى لربنا سبحانه وتعالى، هو اللي حسب تسهيله. اكيد اكيد. على طول مراتي وبنتي حتى لسه كانت من يومين بتقول لي: هو انت ليه ما تفكرش تبقى مدرب؟ يعني فكره الكوتش بالنسبه لي، وانا على طول مش اول مره اقولها، هو الدكتور في مستشفى مجانين. ده المدرب كره السله، هو دكتور في مستشفى مجانين، وبتاثر على صحته تماما. يعني عندنا نماذج كتيره قوي بنشوفها انه فعلا بتلاقي انه الكوتشنج بتاثر على الـ على الـ على الصحه، ضغط وقلب وسكر يعني ومراره، يعني حاجات كتيره قوي. انا لغايه دلوقتي مش قادر اتخيل نفسي مدرب. انا ممكن اشوف حال يعني نفسي في منظومه الاداره، مانجمنت كره السله، في الجزء ده افضل من ان انا اكون مدرب بالمنتاليتي بتاعتي دلوقتي. بعدين الامور ازاي مكتوبه او تسهيل على ربنا، ازاي ربنا مقدر لي، دي بصراحه مش لا في علمي ولا في علم حد، في علم غيري.